ايا كانت وفي مقدمتها الفساد. بدي شوفك هون، بدي شوفك هون في مواجهة عدوان الحصار الامريكي على شعبك ترفع صوتك يا مثقف يا ممثل، والا تخاف لا على امتيازات ولا غير امتيازات. اليوم اليوم وقت ان كنت تدعوا لتوقيع بيانات في مواجهة الحصار الامريكي. من لا يقف اليوم ويرفع صوته من المثقفين والفنانين في مواجهة العدوان الحصار الامريكي على سوريا لا يحق له ولا يملك مصداقية، وسنكون له بالمرصاد في رمضان وغير رمضان عندما يخرج علينا على الإذاعات وعلى المحطات أو يقدم لنا أعمال فنية تتصدى لقضايانا العامة في سوريا. من الفساد وأنتم ماشيين. أين كنت في مواجهة عدوان الحصار الأمريكي؟ لماذا لم نسمع لك صوتا؟ لا صوتا على المستوى الشخصي ولا بالعمل الفني. لماذا؟ لماذا يغيب صوتك يا فلان ويا فلان ويا فلان في مواجهة عدوان الحصار الأمريكي؟ تخاف على امتيازاتك؟ لا تحاكيني بقضايا عامة تخص سوريا، لا على المستوى الشخصي ولا بعملك الفني، لا تصدى لهي القضايا. اشتغلوا مكسيكي، اشتغلوا مكسيكي، بعدوا عن قضايا البلد. أما اليوم هناك شعب تحت وطأة هذا الحصار ولا يوجد. بنشوف كل النخب، ما نحن بنشوفكم، بنشوفكم بالمناسبات بالحفلات اللي بطعمة وبلا طعمة قاعدين عم تصفقوا، والجمل الجميلة والابتسامات والمدائح والكلمات المنمقة حتى ما أقول أكثر من هيك، والتجميلية. طيب شي مرة بس حسسوا هالناس إنه هي العلاقات العامة تبعكم هي مو بس لامتيازاتكم الشخصية، لقضية بلاد وشعب تحت عدوان الحصار الأمريكي. احملوا هاي القضية. شي مرة نسمع منكم بلقاء من اللقاءات في مول من المولات، في مول من المولات أو تحت ناطحة سحاب من ناطحات السحاب. احملوا هالقضية ليكون لكم مصداقية بالتصدي، بالتصدي. على كل فقط لنذكر أن من لم يقف اليوم بشكل واضح وعلني، ومن لم يدعو الناس بغض النظر، المواجهة مع أمريكا ليست لا بالبيانات ولا بالهاشتاغات، هذا كلها ياتي. المواجهة مع أمريكا في مكان آخر ولها أهلها، ولها أهلها. بس على المستوى هذه الجبهة أين أنتم؟ أين بياناتكم؟ أين مواقفكم؟